السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بثلاث أولاد قليب سطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات تنوريوها للجالية المغربية والناس من المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات ورجالة بنات أولاد، اليوم 15 في شهر 8/2023، مدينة عدباس، وهنايا تخدم في الحوانت ويخدم نهار السوق الأسبوعي بالثلاث أولاد. خيرات تنوريوها لجميع المشاهدين، اهلا بكم. والله ينصر هذا الراجل، والله الا خير في الوطن ديال الله سبحانه وتعالى. امين يا ربي، تهلا فيك. والله الا تهلا فيا. مرحبا. ودع معايا تانا لا. الله يطول عمرك، الله ينصرك. امين. امين، الله يبارك فيك. شكرا لك. شحال حسب لك كرعين؟ كرعين اخويا حسب لي 3600 و400. تبارك الله عليك. لا باس وضرافات، باس وضراف. لا ما عندي مركون، راه تيكون حتى في الحوانت، راه يكون في الحوانت باسو. الله يجازيك خير. وبشحال بعتي الكبده والقلب؟ الكبده والقلب اخويا 2600. 2600 ما عليكش، الثمن زوين. يعني 2200 جمله. هذا كلام معقول؟ ما عندي ما نسالك باسو، راجل ضرافات وراجل معقول كما سمعتوا عند الاول، سمعنا عند الثاني. اللهم امين، الله يخليك سي عبد الله. والشي مخلط. والشي مخلط 16 100. تاع الخيمة ولا تاع هنا؟ مابقاش خيمة دوك، زادت. ولكن الخيمة كي الخيمة كيسوق. وهاد تقالية شحال غادي؟ تقالية 360 400. ما عليكش. واللي بغا وحدة تا هي؟ اللي بغا وحدة 600. ولحم الراس؟ لحم الراس 700. 800 ولا 700؟ 700. واللي بغاه حرفي؟ 1200. 1200 حرفي. ناشط؟ هاني. الأحوال؟ تعيا شويه. ما يكون باس. سخانه ولا لا؟ كدير واحد العمليه. ما يكون باس. الله يداويك، ما فراسيش هاد المشاهدين يدعوا معايا. وكون هذيك الساعه ندعوا معاك، نطلبوا المشاهدين باش يدعوا معاك كبار وصغار باش تشاف حتى وحنا وجميع الاحباب تونا في المكان. دعاء دعاء الغائب مستجاب. من طبيعه الحال كل واحد فينا اللي يدعى ماشي واحد بالخير يعطيه لي الله تعالى. نتمنوا لي الشفاء ونتمنوا الروسنا والحباب تونا كبار وصغار وفي المكان. واللي سمعنا يقول امين في الحباب تونا. اللهم امين. وبشحال بعتي هذا اللحم الراس؟ 700 ريال السي الزيتون. 700 باش بعتيه؟ ايه. واخا ناقص بحالك بحال باسو في الثمن، والاخرين دايرين 800. 700 ريال. وعندو حاجة زينة صديق وخونا وصاحبنا. مرحبا. والخيرات تنوريو لجميع المشاهدين. شحال بعتي الكبده بالجمله؟ الكبده على 100 درهم اخويا. بالجمله؟ والتقنيه بشحال؟ 400 درهم. دورك 10 درهم في الكبده. واش غادي نسوي؟ 2200 باش تبعت بالجمله قالوا لي الدراري. حيت انا ملي كنت كنبيع 20 عاديه هي الكبده 100 درهم. فهمتي؟ لا قولي بشحال تبعت؟ باش ما تبعت في السوق؟ خرجنا مع القول ما كاينش مشكل. لا واللي يقول ليهم لا ما شوف يا وزير احنا عارفين القضيه باش تباعت السكان. تبقى هو باري وانت باري. توا الصعيب كي قلنا له 10 باقيين توا. اللهم انصر. ما عندي ما نسالك صديق، ما عندي ما نسالك. التقريب شحال قلت لي قاعد تبيع؟ مفتاح فرج 400. هذا اللي كان. وماشي جوج بهاتي وجوج بهاتي. نعم خويا جوج ب 700 جوج. راك عارف خط غادي وخط جاي ولا بطلع. تبارك الله عليك يا صديق، الله يسهل ويجيب التيسي. اهلا وسهلا، الله يحفظك، الله يرضي عليك. سير اخويا حبيبي. هذا المختار عنده الحوانت في الثلاث الاولاد. لا واقيلا زدت حوانت اخرين واقيلا. باعهم. على هذا الحساب. مقهى مقهى. تحيه للجاليه. ولا تاع القهوه. هالكلام. هالكلام. ايه الله يسهل عليك. انا وخويا حامي. تسهل 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 المختار، ما تاكل فيها ما تشرب. ما تاكل فيها ما تهز. ان شاء الله ما تاكل ولا تشرب. تضل خدام تمشي تلعك البطانة وتصبح في الخدمة. هذا مع الوالدين. بحال الريدة. صافي مرضي الوالدين. مرضي الوالدين. صافي. صافي. بعدي مرقول. طابع. يا خويا خالد. خويا مجيد. مجيد. اللي الجزار ديالنا. وانتم كاع قزاره في بلاصه وحده كامل. سولي هي مول البلدي. اي سي عبد الله مرحبا.
ورينا الثمن تاع هادشي عندك. الزيتوني انت دابا الهضره عندك خاوي عارف ما دخلهاش عشيه غتحيدها ياك دابا كتسول على الثمن كيبدا 2400 زيد خلطه شويه شي 16 114 100 مرحبا الراس 40 درهم زيد 40 درهم عرفتيش لما طرف ديال المجبنه وطرف ديال البروره السيك 1000 ريال قال لي 20 درهم 400 درهم صافي اللي قال عز الدين والله اللي قال عندي صحيحه صافي والله ما نحيتها هادو راه كبر خطيرين هنايا الله يحفظك عندكم شي قلا ولا راه قال لي راجع النص بالنص عندكم في الاثمنه ولا كذوب لا انا شديتها ب 38 ما نقول غادي غلا ما نقول غادي رخا ب 38 كنتي تاخذي ب 60 56 اجي هلا كنا نبيعوا الراس بين ديك الساعه كذا كذا وكذا وما يمشي حتى الخيمه قلت لي عليه قنص هذيك هذيك هذه وحده اخرى مرحبا اه كان وبشحال تبيع اليوم اللحم الراس؟ 40 اهلا 40 درهم مخلط ما فيش بزاف شويه تبيع شويه كعاب التصاوي ديالنا راه زوينه التصاوي راه مزيان كنديروا فيه ما حنا واللي بغاه وحده شحال؟ 60 قولها 50 اللي عارف ما كندير فيه لا ما لا والعمر عرفت اللحمه هاي حمراء نديروا العمر هناك يعمروا وتول عرف كل شيء تيدخلوا اللحم بالجلد وال تنعرف انا كل شيء تنعرفه واش انا اليوم خدمت ب 50 بواند وب 40 بواند في الدار البيضاء الكبرى في البطوان القديم وما كنتش انا ندير تاع حاجه اش كندير انا كنت نشري والخدامه هما اللي يخدموا كل شيء كلشي مرحبا هم مشيت رجع عندك عاوتاني بشحال اخذتي عندو الكبده؟ 2200 درهم وبشحال غادي تبيعوا اليوم؟ 130 درهم في الاوان وهنا بشحال غتبيع انت؟ 110 درهم لا 24 مع 3000 هذا يبيع هنا ما الحوانت ولا هنا؟ هذا معلم هادشي اللي يقولوا انا ما كنديرش ما مال الخوان عرفت الما ما تديري هات مال الحوان كيبيعوا كيف تا سوق سيط يبيعوا الحيمات انا اش غنبيع اي زوقوا هوك هوك هو انت تبيع كريشه لحم راس فرقعات انت بغيت تجاوب ها تجاوب كلهم مع الثقيل والشي اللي تيقلبوا حتى المحل بشحال 14 60 درهم 14 اي واخا الخيمه تلقي بعد قلبه واخا مرحبا يلا تبارك الله عليكم والكرعي كي باقي يعني اخو بعتهم ب 5000 ما نكذبش هجا بداو تا هما بداو تيطلعوا لا المليح كاين ولكن مع هذا الشيء كنصيفطوا حتى للجاليه ايه في امريكا الجاليه في اوروبا في الخارج في الهند في خوتنا وصحابنا مسامنا دخلوا احنا ما كرهناش يشوفوا في العالم بيسري الناس اللي في الداخل هما كانوا صحابنا وكل شيء اي نحييو الحباب تونا من طنجه للقويره في القرى في الباديه في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكه المغربيه اهلا بكم جميعا تبرعنا في الداخل كنا ناكل الحوت عادي 12 الف ياك وإحنا كنا بحريه اش كنا كاينين الحباب كاينين كاين كنخلصوا احنا كنا بحريه تبارك الله كندير الزوج انا وين الصراغنا كاينين تماك؟ عين الصراغنا ها؟ ياك مرحبا هذا عبد القادر لامين تاع الكسارة في الثلاث الاولاد كما تشوفوا ونحييو رشيد ولده الراجل المخير اللي صيفط لنا السفرديلات جداد نحييو تحية كبيرة من الثلاث الاولاد الى ايطاليا ونحييو جميع المشاهدين قناة زيتون مرجان والحباب تونا صديق تاعنا راجل درافات صيفط لي العام اللي فات هذيك سبرديلة وهذا العام سبرديلة الله يعطيكم الخير جميعا نطلبوا الله يطول عمرك وبشحال هذا اللحم الراس بعتيه اليوم 800 700 ما بقاش التحية ديال الزيتونية ما بقاتش بشحال تتبيع فيه ها بشحال تتبيع فيه كنبيع 800 700 ما عليكش برافو عليك الثمن اللي كاين في السوق هو هذا كاينه 700 800 معقوله وحاجه مليحه وحاجه الفن والتقنيه بشحال تبيعوا عليهم؟ 350 300 400 حتى مازال ناقص 50 على الاخرين ما عندي ما نسالك السي عبد القادر ولا الامين ودرافات وراجل جيد والكبده بشحال بعتيها بالجمله؟ 100 درهم
الدوره كان فرك على الحساب اللي قالوا لي. 100 درهم باش تبعت ب 2200. خلا واحد خط غادي وخط جاي. تبارك الله على الحاج ابو قادر، مرحبا. الحاج الله يعمرها دار هذا الراجل اللي وصاني وسطهم داره الوصل، الله يعمرها دار. وهذو راه النصابر خطيرين.